وسام استرشن بزنس بنت لحالها عندها مشكله ما بتقدرش تتني الهيب كويس, تحس بالم اثناء تني الهيب. عملت ايه؟ طبعا انا مش معايا موليجان, مش حزام موليجان, مش معايا حزام موليجان مهم جدا اقدر اعمل منه استرشن بالبلفس ولا حركي واعمل جايدنس موشن عادي. طيب مسكت رجليها وايديا قريبه من البلفس كده, خلي بالك انا ساند رجليها اهو, وببدا اطلع لاترال ديستراكشن ولا اتني رجلي اتني رجلي اهو تاني يلا اتني الهب وانا عامل لاترال ديستراكشن, اعمل لاترال ديستراكشن اتني الهب عشان احسن الفليكشن اتني الهب. على فكره اللاترال ديستراكشن بحسن الفليكشن والابدكشن واللاترال روتيشن. حضرتك عملت ايه يا دكتور؟ عملت لاترال ديستراكشن اهو, خدت الهيب لبره الفيمر لبره, يلا خد بقى رجلك عليه كده خلص كده تمام. في طريقه تانية, بص انت لو عرفت الكونسبت هتقدر تخترع طرق كتيره, هي ركبتها فيها مشكله فعملت ديستراكشن للفيمر اتني رجلك تاني اتني رجلك اتني رجلك ده الهب. ايه المشكلة؟ لأول مرة هيا ما شفتش يعني تعد على صوابعك يعني ايديك حالات هب اوستيوارثرايتس, شفت سواء امبارح أو أول امبارح سواء الرئيس عارف عنده هب اوستيوارثرايتس وكل الكلينيكال فيتشرز تنطبق عليه حقيقي, وعملت له تيستات وبتاع طلع عنده, عملت له الموبيلايزيشن الالم بدا يتحسن شويه بس طلبنا اشعه طبعا عشان نشوف درجه الارثرايتس. طيب الحاجه الثانيه والسهله طبعا الني مش محتاجه يعني الني بسيطه قوي, هيقعد كده على طرف السرير لو النيه ما بيقدرش يبني ركبته على الوضع ده كده رجليه على الوضع ده كده ما بيقدرش يبنيها على كده صح ما بيقدرش يبنيها على كده. اعمل ايه بقى ساعتها؟ ها انت تقول اعمل ايه؟ مش قادر يفرد ولا مش قادر يبني؟ بعمل ديستراكشن بستيروجلايد اتني يلا ديستراكشن بستيروجلايد اتني. طب ممكن ديستراكشن بس؟ ممكن ديستراكشن بس اهو ديستراكشن اتني ديستراكشن اتني ولا ايه؟ موضوع سهل تاني ناحية عشان بس ما تزعلش ثبت هنا كويس ديستراكشن بستيرو جلايد اتني ديستراكشن بستيرو جلايد اتني 10 مرات. طب ممكن ديستراكشن بس؟ ممكن اهو ديستراكشن بس اتني ديستراكشن بس اتني ولا اي حاجه مش اي الانكل بقى يا دكتور ده انا عارف ازاي كمان في حاجه اسمها اند فيل وانت بتعمل اسسمنت للرينج اوف موشن بتلاقي الاند فيل هل هي كابسولار هل مشكله من شورتنج في المصل اصل لو شورتنج في المصل كونتراكشن يعني في المصل ما هيجيب لك بس بوقت والاساس مصر مش جوينت فالاند فيل هتبين لك انا عايز احسن الانفرجن بس مش على مستوى السب تيلر على مستوى التيلوكرو. ليه؟ هو الراجل حصل له اصابه وقع على رجليه ورجليه لفت في الانفرجن كده وحصل اصابه في الانتيريور ايه؟ تيلو ايه؟ فيبر انتيريور تيلو فيبر فثبتناه شويه. نعم لا لا بس
ثبتناها في كاست 3 أسابيع وفكينا. جينا نقول نعمل انفرجن لقيناه ايه؟ بيقول لي بحس بألم من قدام هنا في مكان الليجمنت، بحس بألم من قدام هنا في مكان الليجمنت. هو عامل سهله اصلا يا دكتور. انت لو كرور اصلا بيعمل انفرجن ايفرجن اصلا؟ لا طيب. لا لا انت هنا بتعمل استرتش على الليجمنت، ماليش دعوه انا ما اشتغلش على جوينت هنا دلوقتي. هتعمل ايه؟ انا مثبت التيبيا وبحرك الفيبولا بوستيريور. بوستيريور ليه؟ عشان تبعد الاوريجن عن الانسرشن بتاع ايه؟ الليجمنت. واقول له اعمل انت ايه؟ انفرجن. اعمل انفرجن عشان تبعد الانسرشن عن الاوريجن، صح؟ ما انت هنا بعدت الاوريجن، بعدين بتقول له انفرجن كده والرينج بيزيد. كده في بوزيشن بعد الكاست عاليه. نعم بوزيشن معينه بعد الكاست ولا عاليه بيلبس طبعا انكل اسبوعين او ثلاثه بعد الكاست كده، بيقلعوا ساعه التمارين ويلبسوا تاني عشان نقوى عضلاته الاول ونحصل على الاستابيليتي. شغل معاه. نعم شغل الكونفرزيشن معاه. لا لا مشكلة. ما دام لبس كاست المده المطلوبه 3 أسابيع. ليه 3 أسابيع؟ الكلام ده انا قلته في الاسترتش الترم اللي فات. ها؟ الكولاجين بتاعنا بتاع الليجمنتس لما يجي يحصل هيلينج بتاعه انت عايز على الاقل على الاقل من 15 ل 21 يوم عشان تايب 3 يتحول لتايب 1. طيب 3 اللي هو ويك ضعيف الريجولر، انما يتحول لتايب 1 عايز 15 يوم ل 21 يوم عشان حابب تطول. تايب 1 ده بقى ستريت ريجولر، الفايبر بتاعته ريجولر قوي. نطبق بقى العمل بتاعنا.